واخد البندقية كله وطالع وضع السجن. لأول مرة على الفضائيات العربية بالكلمة والصوت والصورة أخطر وثيقة سياسية تصدر منذ 10 سنوات تجمع بين متعة القراءة وروعة المشاهدة. النبوي إسماعيل وجذور منصة السادات. وضايعين ضايعين ولابد من عملية كبيرة هنعملها. في كتاب ودي في دي للكاتب الصحفي محمود فوزي من قتل السادات. سمعني لأنه أربعة. ما سر الرسالة التي لم تصل إلى النبوي إسماعيل تخبره بأن الرئيس السادات سوف يغتال الآن؟ ماذا قال السادات في مكالمته الأخيرة مع النبوي إسماعيل قبيل العرض العسكري؟ ماذا قال عبود الزمر لمحمود فوزي داخل السجن عن أسرار حادثة المنصة؟ حقيقة محاولة الانقلاب التي أجهضها المشير أبو غزالة بنزوله بطائرة هليكوبتر وقيامه بالقبض على من حاولوا الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون. كتاب جديد للكاتب الصحفي والإعلامي القدير محمود فوزي، التعاون المثمر بين قناة المحور وبيت اللغات الدولية. متعة القراءة وروعة المشاهدة.